السلام عليكم مشاهدين، مرحبا بكم في قناة أم حسن. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم حلوة البوق اللي كتجي سهلة واقتصادية بمكونات بسيطة. ممكن لكم تحضروها العيد. تابعوا معي الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله، بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاج 250 غرام ديال المارغرين، غادي نزيد عليها قريصة ديال الملح وغادي نمعكها مزيان باش تسهل عليا العجين ديالها. غادي نضيف كيس ديال الفاني، معلقه او جوج معالق ديال القهوه سريعه الذوبان، غادي نضيفو كاسونس ديال السنيده قياس كاس العنبه وكاسونس ديال الزيت، وغادي نحتاج كاس العنبه ديال النشا والدقيق باش نجمعو الخليط. بالنسبه للعجينه راه كتكون رطبه، يعني ما كتكونش قاسحه بزاف باش كتسهل علينا اننا ندوزوها من البوق، وغادي نبقاو نزيدو الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين. من بعد ما جمعت العجينه كما كتشوفوا راه كتجي رطبه باش كتخرج بكل سهوله من البوق. غنستعمل هذا البوق هذا اللي متوفر عندي، يعني راه تيتوجد حاليا بزاف ديال الانواع والاشكال الجدادين ديال البوق. المهم بنفس الطريقه غادي ناخذ شويه ديال العجينه وغادي نديرها في هذاك البوق وندوزها. ممكن لكم تشكلوها على شكل صبيعه طوال، ممكن لكم يعني ديروا على شكل بحال غريبه، على حسب اللي بغيتوا. انا غنستمر بهذه الطريقه هذه، غادي نشكلهم على شكل صبيعات. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي العجينه ديالي كامله. ويمكن لكم من هذه العجينه هذه تخرجوا اشكال مختلفه، اضطريت انني نستعمل انا شكل واحد. يمكن لكم ديرهم على شكل صبيعات كما هذا الشكل، يمكن لكم انكم ديرهم على شكل صبيعات وتجمعوا لهم القنات ديالهم كيتجي بحال شي وريضه. والشكل الثالث اللي كنقترح عليكم يمكن لكم ديروا على شكل غريبه، يعني تدوروا العجين، يعني ملي كتخرجوا من البوق تتبقاو تدوروا على شكل وريضه. كاين اشكال مختلفه يمكن لكم تغيروا فقط بعجينه واحده. I'm not afraid to die.
بعد ما ساليت الكميه العجين اللي عندي ودخلتهم للفران طابو، من بعد ما خرجتهم كما كتشوفوا الشكل ديالهم، الطياب ديالهم راه تيكون غير ذهبي، تيجيو مقرمشين صراحه، كيذوبوا في الفم دغيا. صافي غادي نذوب دابا الشكلاط باش نزينهم. من بعد ما ذوبت الشكلاط الاسود، يمكن لكم تختاروا اي نوع ديال الشكلاط بغيتو. وهنا عندي كاوكاو اللي مهرمش، غادي نزين الحلوه بالشكلاط، يعني النص ديالها غادي نديرو في الشكلاط وغادي نزوقها بهذا الكاوكاو مهرمش، وغادي نحطهم فوق واحد البلاطو اللي درت عليه بلاستيكا باش نحط عليها الحلوه باش كينشف ليه الشكلاط. هذا هو الشكل النهائي ديال حلوه البوق، رغم مر السنوات فكتبقى هذه الحلوه هذه عزيزه على الوليدات وكتذوب في الفم بمقادير سهله وبسيطه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكنتمنى لكم عواشركم مباركه، تخلي عليكم بالصحه والسلامه وكل المتمنيات ان شاء الله.